بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ إن شاء الله في قراءة كتاب الاغتيال الاقتصادي للأمم، اعترافات قرصان، لكاتبه جون بيركنز. الفصل الأول، مولد قرصان اقتصاد. كانت طفولتي عادية، فقد كنت طفلا وحيدا. ولدت في عائلة من الطبقة المتوسطة في عام 1945، وكان أبواي من سلالة اليانكي من سكان نيو إنجلاند الأصليين منذ 3 قرون. وقد عكست سلوكياتهم المتشددة وأخلاقهم المتزمتة والمخلصة للاتجاه الجمهوري حقيقة أنهم أحفاد أصلاء لأسلافهم البيوريتانيين. كان أبواي من أوائل من التحق بالجامعة من عائلتيهما بفضل منحة دراسية. عملت أمي مدرسة لغة لاتينية في المدارس الثانوية، وشارك أبي في الحرب العالمية الثانية ضابطا برتبة ملازم في البحرية الأمريكية، وكان مسؤولا عن حماية ناقلات البترول التجارية في المحيط الأطلسي. وعندما ولدت في هانوفر نيو هامبشاير، كان يعالج في مستشفى في تكساس من كسر في الحوض، ولم أره إطلاقا حتى تجاوزت عامي الأول. التحق بعدها بالعمل في وظيفة مدرس لغات في مدرسة تيلتون، مدرسة داخلية للأولاد في ريف نيو هامبشاير. وكان حرم المدرسة يرتفع فوق تل وينظر بعظمة، أو بالأحرى بتعال، نحو البلدة التي تحمل اسمه. وقد حددت هذه المدرسة الخاصة عدد تلاميذها 50 لكل مستوى من الصف 9 إلى الصف 12، وكان أغلبهم أبناء عائلات غنية من بوينس آيرس وكاراكاس وبوسطن ونيويورك. كانت عائلتي دائما في احتياج للمال، لكننا لم نكن نرى أنفسنا فقراء. فمع أن أساتذة المدرسة كانوا يتقاضون أجورا زهيدة، إلا أن كل احتياجاتنا كانت تصلنا بلا مقابل، الطعام والمسكن والتدفئة والماء، والعمال الذين يجزون الحشائش ويجرفون الثلج من أمام منزلنا. وبداية من عيد ميلادي 4، بدأت أتناول طعامي في قاعة طعام المدرسة، وأجهز الكرات لفريق كرة القدم الذي كان أبي يدربه، وأناول المناشف للاعبين في غرفة الملابس. جدير بالذكر أن المدرسين وزوجاتهم كانوا يشعرون بالتعالي على أبناء البلدة، وكان من المألوف أن أسمع والدي يتندران بأنهما أسياد المقاطعة، ويحكمان الفلاحين الأدنى مرتبة منهما، وهما يقصدان بذلك أهل البلدة. كنت أدرك أن الأمر ينطوي على أكثر من مجرد مزحة. كان أصدقائي في سنوات الدراسة الابتدائية والإعدادية ينتمون إلى تلك الطبقة من القرويين، ويعيشون في فقر شديد، فقد كانت أسرهم مزارعين معدمين أو حطابين أو طحانين. كانوا يتطلعون للمدرسين المقيمين على التل بنفوس يملأها الحنق والغضب، وفي المقابل لم يشجع والدي اختلاطي مع فتيات البلدة اللواتي يدعونهن وقحات ومستهترات. كنت أتقاسم الكتب والأقلام مع هؤلاء الفتيات منذ الصف الأول وطوال سنوات الدراسة، وأحببت منهن 3، آن وبارسيلا وجودي. كان من الصعب علي أن أفهم وجهة نظر أسرتي، لكنني احترمت رغبتها. في كل عام كنا نمضي أشهر الصيف 3 التي يحصل فيها والدي على إجازته من العمل في كوخ بناه جدي عام 1921، كان محاطا بالغابات، وكنا في الليل نسمع صوت البوم وسباع الجبال، ولم يكن لدينا جيران، وكنت الطفل الوحيد في المكان. في السنوات المبكرة كنت أقضي اليوم متخيلا أن الأشجار فرسان المائدة المستديرة ونساء حزينات أطلق عليهن اسم آنا وبيرسيلا أو جودي. كان الأمر يتوقف
على من التي أحبها في تلك السنة. كانت عواطفي دون شك بقوة عواطف لانسلوت نحو جينيفر، وربما أكثر تحفظا. وعندما بلغت 14 من عمري تلقيت منحة دراسية إلى مدرسة تيلتون، وبناء على رغبة والدي ابتعدت عن أي شيء له صلة بالبلدة، ولم أرى أصدقائي بعد ذلك نهائيا. وعندما كان رفاقي الجدد يذهبون إلى مساكنهم وبيوتهم الفاخرة لقضاء العطلة، كنت أبقى بمفردي على التل. كانت صديقاتهم من فتيات المجتمع الراقي، أما أنا فلم تكن لي صديقة. كل الفتيات التي كنت أعرف عنهن التحرر أسقطتهن من حسابي، وهن بدورهن نسوني. كنت وحيدا ومحبطا إحباطا شديدا. كان والدي بارعي المناورة، فقد أكدوا لي أنني كنت محظوظا بحصولي على تلك الفرصة، وأنني في يوم من الأيام سأكون ممتنا لهما، فسأجد الزوجة المناسبة، زوجة تتلائم مع مثلي الأخلاقية العالية. ومع ذلك فكنت أغلي في داخلي، كنت أتوق إلى رفقة نسائية، إلى الجنس، وكانت فكرة العاهرات شديدة الإغراء. ومع ذلك فبدلا من التمرد كتمت غضبي وعبرت عن إحباطاتي بالتفوق. كنت طالبا متفوقا وقائد فريقين من الفرق الرياضية ومحرر مجلة المدرسة. كنت مصمما على التميز بين زملائي الأغنياء لكي أترك تيلتون إلى الأبد. وفي السنة الأخيرة من الدراسة حصلت على منحة رياضية في جامعة براون، ومنحة تعليمية في جامعة ميدلبيري. وقد اخترت جامعة براون أولا لأنني فضلت أن أكون رياضيا، ثم لأن جامعة براون تقع في واحدة من المدن المهمة. تخرجت أمي في جامعة ميدلبيري، وحصل والدي منها على الماجستير، رغم أن جامعة براون كانت من أهم جامعات الشمال الشرقي في الولايات المتحدة، لكنهما فضلا جامعة ميدلبيري. سألني والدي: ماذا ستفعل لو كسرت ساقك؟ بالتأكيد ستفقد منحة التفوق الرياضي، الأفضل أن تقبل المنحة الأكاديمية. فاستسلمت للأمر الواقع. كانت ميدلبيري في نظري نسخة أكبر من تيلتون، غير أنها تقع في ريف فيرمونت بدلا من ريف هامبشاير. صحيح أنها كانت جامعة مختلطة، لكني كنت فقيرا بينما معظم من حولي تقريبا أغنياء. وكان قد مر علي 4 سنوات في مدرسة ليس فيها طالبات، كنت أفتقر للثقة في نفسي وأشعر أنني من طبقة أقل، كنت تعيسا. طلبت من والدي أن يسمح لي بترك المدرسة أو بعام إجازة. أردت أن أنتقل إلى بوسطن وأتعلم عن شؤون الحياة والنساء، لكنه حتى لم يصغي لي وقال مستنكرا: كيف أدعي قدرتي على إعداد أبناء غيري لدخول الجامعة إذا كان ابني أنا شخصيا لا يريد ذلك؟ بدأت أدرك أن الحياة سلسلة من المصادفات، وجل ما في استطاعتنا يتمثل في ردود أفعالنا وممارسة ما يطلقون عليه حرية الإرادة، واختياراتنا إنما تحكمها تقلبات القدر الذي يقرر من نكون. وهناك مصادفتان رئيستان حدثتا في ميدلبيري شكلتا حياتي فيما بعد. أتت إحداهما على هيئة شاب إيراني ابن جنرال يعمل مستشارا خاصا للشاه، والمصادفة الثانية كانت شابة جميلة اسمها آن على اسم حبيبة طفولتي. الأول وسأسميه فرهاد كان لاعب كرة قدم محترف في روما، رياضي البنية، شعره أسود ومجعد وعيونه بلون البندق، وكان ذو خلفية ثقافية وحضور طاغ جعل منه شخصا لا يقاوم النساء. كان على نقيضي في أمور كثيرة، وبذلت مجهودا كبيرا لكسب صداقته، وقد علمني أشياء كثيرة ساعدتني فيما بعد. وكذلك التقيت آن
ومع أنها كانت على علاقة جدية بشاب آخر، فإنها أخذتني تحت جناحها، وقد كانت علاقتنا الأفلاطونية أول علاقة حب حقيقية في حياتي. شجعني فرهاد على الشرب وارتياد أماكن اللهو وتجاهل والدي. توقفت عن الدرس والتحصيل بكامل إرادتي، وبيّت النية على هجر الدراسة الأكاديمية انتقاما من أبي. فانخفضت تقديراتي وفقدت المنحة الدراسية، وفي منتصف السنة الثانية عزمت على ترك الجامعة. هددني أبي أن يتبرأ مني، وقد آزرني فرهاد في موقفي، فدخلت كالعاصفة إلى مكتب العميد وتركت الجامعة. كانت هذه لحظة فاصلة في حياتي. احتفلت أنا وفرهاد بليلة الأخيرة في المدينة في بار صغير، حيث اتهمني مزارع مخمور ضخم الجثة بمغازلة زوجته، فسحبني من قدمي وأطاح بي نحو الحائط. وهنا تدخل فرهاد بيننا وسحب سكينا طعن به المزارع في خده، ثم جرني عبر الصالة نحو نافذة، حيث قفزنا فوق جدول صغير وسرنا بجوار النهر حتى وصلنا إلى المدينة الجامعية. وفي اليوم التالي لدى استجوابنا من قبل الحرس الجامعي، كذبت وأنكرت أي علاقة لي بالحادثة. ومع ذلك فقد فصل فرهاد من الجامعة، وانتقلنا بعد ذلك إلى بوسطن وسكننا معا هناك، وحصلت على وظيفة مساعد شخصي لرئيس التحرير في مؤسسة هيريس في جريدة سانداي أدفرتايزر. وفي نهاية ذلك العام 1965 جند الكثير من رفاقي في الجريدة، ولتفادي ذلك المصير التحقت بكلية إدارة الأعمال بجامعة بوسطن. وفي ذلك الوقت كانت آن قد انفصلت عن صديقها القديم، وكانت كثيرا ما تأتي من ميدلبيري لزيارتي. رحبت باهتمامها بي، وقد تخرجت عام 1968، بينما كان أمامي عام كامل لإنهاء دراستي في جامعة بوسطن، لكنها رفضت رفضا تاما الانتقال للعيش معي ما لم نتزوج. ورغم أني كنت أمازحها بشأن طلب الزواج وأصفه بأنه نوع من الابتزاز العاطفي، فالحقيقة هي أنني كنت أشعر بالحنق تجاهه لما فيه من امتداد لمنظومة الأخلاقيات البالية التي يتبناها والدي. كنت أستمتع بصحبتها وأريد أن أبقى معها، فتزوجنا. كان والد آن مهندسا لامعا، وضع تصميم نظام توجيه لنوع معين من الصواريخ، وكوفئ بمنصب مرموق في البحرية. وكان أعز أصدقائه رجلا تدعوه آن بالعم فرانك، ليس هذا اسمه الحقيقي، وكان موظفا كبيرا بوكالة الأمن القومي NSA، وهي أقل مؤسسات المخابرات شهرة في البلاد وأكثرها عددا. وبعد زواجي بوقت قصير استدعيت للفحص الطبي في الجيش. اجتزت الفحص، وهنا واجهت احتمالية الذهاب إلى فيتنام عند تخرجي. وقد أرقتني نفسيا فكرة القتال في جنوب شرق آسيا، مع أن الحرب كانت دائما تثير إعجابي، فقد نشأت على سماع حكايات عن جدودي المستوطنين الرواد، ومنهم توماس بين وإيثان ألان. وقد زرت كل مواقع المعارك في نيو إنجلاند ونيويورك، سواء منها الفرنسية أو الهندية وحروب الثورة الأمريكية، وقرأت كل رواية تاريخية وقعت تحت يدي. وفي الواقع في بداية دخول قوات الجيش الخاصة جنوب شرق آسيا كنت متحمسا لتسجيل اسمي، ولكن عندما بدأ الإعلام ينشر فظائع وتناقضات سياسات الولاية المتحدة الأمريكية أحسست بتغير في عواطفي، وبدأت أتساءل في أي جهة كان سيقف جدي توماس باين. كنت متأكدا أنه سينضم إلى ميليشيات الفيتناميين الفيتكونغ. أنقذني العم فرانك عندما أبلغني أن هناك وظيفة شاغرة في وكالة الأمن القومي NSA تؤهل
من يشغلها لتأجيل الخدمة العسكرية، وأجريت لي عدة اختبارات في الوكالة، من بينها اختبار على جهاز كشف الكذب، وقد قيل لي إن هذه الاختبارات هي التي ستحدد مدى صلاحيتي للعمل والتدريب في الوكالة، وفي حال صلاحيتي سيكشف هذا الاختبار نقاط قوتي ونقاط ضعفي، وسيحدد ما ينبثق عنه من معلومات نوع العمل الذي سأصلح له في الوكالة. وقد شعرت أن موقفي من حرب فيتنام سيضمن عدم نجاحي في الاختبارات. قلت في تلك الاختبارات إنني كأمريكي مخلص أرفض الحرب، وقد اندهشت أن الممتحن لم يسترسل في أسئلته حول هذا الموضوع، وبدلا من ذلك ركزوا على أمور أخرى، منها نشأتي وسلوكي تجاه عائلتي والعواطف التي تولدت من واقع أنني نشأت فقيرا أنتمي للمذهب البيوريتاني بين مجموعة من الطلبة الأغنياء الذين يسعون وراء ملذاتهم، وكذلك استطلعوا إحباطاتي لافتقادي في حياتي للمرأة والجنس والمال وما نتج عن ذلك من عيشي في عالم من الأوهام والخيال. وقد ذهلت للاهتمام الذي أولوه لعلاقتي بفرهاد وتطوعي بالكذب على الحرس الجامعي كي أحميه. وفي البداية تصورت أن كل هذه الأشياء التي بدت لي سلبية جدا ستعوق قبولي في الوظيفة، إلا أن استمرار تلك الاختبارات أوحي بخلاف ذلك. لم تمض سنوات كثيرة حتى أدركت أن تلك السلبيات من وجهة نظر وكالة الأمن القومي تعتبر بالفعل إيجابيات، فأمور مثل ولائي لوطني لم تسترع انتباههم بقدر الإحباطات التي واجهتها في حياتي، كغضبي من عائلتي وتعلقي بالنساء وطموحي أن أحيا حياة الرغدة. كل هذا منحهم انطباعا أني سهل الإغواء، فتصميمي على التفوق بالدراسة والرياضة وتمردي الشديد ضد إرادة والدي وقدرتي على الانسجام مع الأجانب وتطوعي بالكذب على البوليس، كل هذا كان نوعا من الصفات التي كانوا يرغبونها. وقد اكتشفت فيما بعد أن والد فرهاد كان يعمل مع المخابرات الأمريكية في إيران، وبالتالي فإن صداقتي مع فرهاد كانت نقطة فاصلة لصالحي. بعد بضعة أسابيع من اختبارات وكالة الأمن القومي قبلت في الوظيفة، وبدأت التمرين على فنون الجاسوسية لأبدأ في ممارسة عملي بعد تخرجي في جامعة بوسطن بعد ذلك بعدة شهور. وعلى أي حال، قبل أن أقبل رسميا في هذه الوظيفة حضرت ندوة في جامعة بوسطن حاضر فيها مسؤول تجنيد فيالق السلام، فيالق خدمة عامة. وأهم ما يشجع على الانضمام لفيالق الخدمة العامة أنه يؤجل التجنيد الإجباري. بدت مصادفة حضور هذه الندوة في حينها غير ذات أهمية، لكنها إحدى تلك المصادفات التي غيرت مجرى حياتي. حدد المحاضر عددا من البلاد بحاجة ماسة إلى متطوعين، إحدى هذه البلاد كانت منطقة غابات الأمازون. أوضح أن السكان الأصليين لا زالوا يعيشون كما عاش سكان أمريكا الشمالية الأصليين قبل مجيء الأوروبيين. طالما حلمت بالعيش مثل قبائل الأبناكي الذين كانوا يسكنون هامبشاير حين استقر أجدادي هناك، كنت أعرف أن ثمة دما أبناكيا يجري في عروقي، وأردت تعلم حكايات الغابات التي يعونها جيدا. بعد المحاضرة اقتربت من المحاضر وسألته إن كان بإمكان الخدمة في الأمازون، فأكد لي أن هناك حاجة كبيرة للمتطوعين في ذلك المكان وأن فرصتي ممتازة، فاتصلت بالعم فرانك. ولدهشتي شجعني العم فرانك على الانضمام لفيالق السلام، وأسر لي أن الأمازون أصبحت منطقة جذب، وخاصة بعد سقوط هانوي، وهو ما كان في ذلك الوقت معلومة مؤكدة لرجل في مثل موقعه. قال لي إنها منطقة وفيرة بالبترول،
سنحتاج عملاء أكفاء، أشخاصا قادرين على فهم أهل البلاد. وأكد لي أن العمل مع فيالق السلام سيمدني بخلفية ممتازة للتدريب، وحثني على إتقان اللغة الإسبانية وبعض اللهجات المحلية. وضحك ضحكة خافتة وهو يكمل قائلا: قد ينتهي بك المطاف بالعمل مع شركة خاصة بدلا من العمل مع الحكومة. لم أفهم مغزى كلامه وقتها، فقد كانوا يعدونني للتحول من جاسوس إلى قرصان اقتصاد، على الرغم من أني لم أكن قد سمعت هذا التعبير من قبل، ولم أسمعه لمدة سنوات عديدة فيما بعد. لم يخطر ببالي أن هناك مئات من النساء والرجال منتشرون حول العالم يعملون لحساب شركات استشارية وغيرها من الشركات الخاصة، ورغم أنهم لا يتلقون مليما واحدا من أي وكالة حكومية، فإنهم يخدمون مصالح الإمبراطورية. ولم يخطر ببالي حينها أن هناك نمطا من هؤلاء الأشخاص يحملون ألقابا لطيفة سيصل تعدادهم لآلاف في نهاية القرن العشرين، وأنني سألعب دورا مؤثرا في توجيه هذا الجيش المتطرد. وتقدمت بطلب وظيفة في فيالق السلام أنا وآن، وطلبت أن أذهب إلى الأمازون. وعندما وصل خطاب القبول شعرت في بادئ الأمر بخيبة أمل، فقد قالت الرسالة إننا سنرسل إلى الإكوادور. قلت في نفسي: لا، لقد طلبت الأمازون وليس إفريقيا. ذهبت إلى الأطلس لأفتش عن الإكوادور، وعندما لم أجدها في القارة الأفريقية نظرت إلى الفهرس فوجدتها في أمريكا اللاتينية، ورأيت في الخريطة أن فروع النهر التي تنبع من القمم الثلجية لجبال الأنديز تكون الرافد الرئيس لنهر الأمازون العظيم. وقد أكدت لي قراءات أخرى أن غابات الإكوادور كانت منذ الأزل من أجمل بقاع العالم، وأن السكان المحليين ما زالوا يعيشون كما كانوا منذ قرون. إذن فقد قبلنا في فيالق السلام. أكملنا آن وأنا تدريبات فيالق السلام في جنوب كاليفورنيا، واتجهنا إلى الإكوادور في سبتمبر عام 1968. عشنا في الأمازون مع الأهالي الذين تشبه طريقة حياتهم حياة سكان أمريكا الشمالية قبل دخول المستعمرين، وعملنا أيضا في جبال الإنديز مع سلالة الإنكا. كان مكانا في العالم لم أحلم أنه موجود. حتى ذلك الحين كان أبناء أمريكا اللاتينية الوحيدون الذين عرفتهم هم الطلبة الأغنياء الذين درس لهم أبي في المدرسة الثانوية. وجدت نفسي متعاطفا مع هؤلاء السكان الأصليين الذين يعيشون على الصيد والزراعة. شعرت بنوع من القرابة تجاههم، فهم بشكل أو بآخر يذكرونني بأبناء بلدتي الفقراء. ذات يوم هبطت طائرة في مهبط الطائرات الصغير في قريتنا، ونزل منها رجل يرتدي ملابس رجال الأعمال يدعى إينار غريف، وكان نائب رئيس في شركة شاستيمين، شركة استشارات دولية تحرص على ألا تلفت النظر لنشاطها، وكانت تعد دراسات لتقرر إذا ما كان مجديا للبنك الدولي أن يقرض الإكوادور وجيرانها مليارات الدولارات لبناء سدود هيدروكهربائية وغيرها من مشاريع البنية التحتية أم لا. كان إينار أيضا كولونيل احتياطي في الجيش الأمريكي. بدأ يتكلم معي عن فوائد العمل مع شركة مثل مين، وعندما قلت له أنني قبل عملي مع فيالق السلام كنت قبلت العمل مع الـ NSA وأفكر الآن في العودة إليهم، قال لي إنه يعمل أحيانا كحلقة اتصال مع الـ NSA، ونظر لي نظرة جعلتني أشك بأن جزءا من مهمته كان تقدير إمكانياتي. والآن حين أفكر بالأمر أعتقد أنه كان يريد أن يعرف إلى أين وصلت وكيف أصبحت، وبالتالي
قدرتي على تحمل العيش في مجتمعات يجدها أكثر الأمريكيين الشماليين مجتمعات عدائية. قضينا حوالي يومين في الإكوادور، وبعد ذلك أصبحنا نتراسل، وطلب مني أن أرسل له تقارير تقويم اقتصادي للإكوادور. كان عندي آلة كاتبة صغيرة، وكنت أحب الكتابة، فسعدت بتلبية هذا الطلب، ومن خلال سنة أرسلت لإينار 15 رسالة على الأقل. احتوت هذه الرسائل تحليلا مستقبليا للتطور السياسي والاقتصادي للإكوادور، وقدرت مدى الإحباطات التي تنمو داخل المجتمعات المحلية وهم يكافحون لمواجهة شركات البترول ووكالات التنمية الدولية والمحاولات الأخرى لتحديثهم. عندما انتهت مهمتي مع فيالق السلام، دعاني إينار إلى مقابلة في مكاتب مين ببوسطن. وخلال لقائنا الخاص، ركز إينار على أن العمل الرئيس لمين هو الأعمال الهندسية، لكن عميلهم الأكبر وهو البنك الدولي قد بدأ يصر على أن يكون ضمن العاملين رجال اقتصاد ليقدموا توقعات اقتصادية ممكن استخدامها في تقويم الإمكانيات وحجم المشروعات الهندسية. وقد أسر لي أنه قد استخدم 3 اقتصاديين ذوي مؤهلات عالية، شهادات خبرة لا غبار عليها، 2 بدرجة ماجستير وواحد بدرجة دكتوراه، ومع ذلك فشلوا في مهمتهم. قال إينار: لم يستطع أي منهم أن يتعامل مع فكرة إعطاء توقعات اقتصادية في بلاد ليس فيها إحصائيات من الممكن الاعتماد عليها. واستطرد قائلا إنه بجانب هذا، فإنهم جميعا وجدوا صعوبة في تنفيذ بنود عقودهم التي كانت تتطلب منهم السفر إلى أماكن بعيدة في بلاد مثل الإكوادور وإندونيسيا، إيران ومصر، لمقابلة قيادات محلية وإعداد تقويم شخصي عن النمو الاقتصادي في تلك المناطق. لقد أصيب أحد هؤلاء الاقتصاديين 3 بانهيار عصبي في قرية نائية في بنما، وقد رافقه البوليس البنمي إلى المطار ليضعه في طائرة تعيده إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إن الرسائل التي أرسلتها تدل على أنك لا ترفض أن تقحم نفسك في قلب الأحداث لترى الأمور حتى لو لم تكن المعلومات متوافرة بما يكفي. وعندما أرى ظروف معيشتك في الإكوادور، أتأكد أنك تستطيع أن تعيش في أي مكان. وقال لي إنه طرد واحدا من هؤلاء الاقتصاديين 3، وأنه على استعداد لطرد 2 آخرين لو قبلت أنا الوظيفة. وهكذا فإن وظيفة اقتصادي في مين عرضت علي في يناير 1971، حيث كنت يومها في 26 من عمري، العمر الذهبي، حيث لم أعد مطلوبا للتجنيد. استشرت عائلة آن فشجعوني على قبول الوظيفة، وأعتقد أن هذا أيضا كان اتجاه العم فرانك. وتذكرت عندما قال لي أن الأمر قد ينتهي بي إلى العمل في شركة خاصة. لم يكن هناك أي شيء واضح، لكنني لم أشك لحظة في أن توظيفي في مين كان نتيجة ترتيبات العم فرانك منذ 3 سنوات. هذا بجانب تجاربي في الإكوادور ورغبتي في الكتابة عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية للبلاد. ولأسابيع عديدة انتابني إحساس بالغرور، فقد حصلت فقط على درجة البكالوريوس من جامعة بوسطن التي لم يكن من الممكن أن تضمن منصب رجل اقتصاد في شركة بهذه الأهمية. كنت على يقين بأن كثيرا من زملائي الذين لم يجندوا وذهبوا ليحصلوا على درجات علمية أفضل سيشعرون بالغيرة، وتصورت نفسي كعميل سري خطير يذهب إلى بلاد غريبة ويتمدد بجانب أحواض سباحة بالفنادق الضخمة، محاطا بنساء جميلات يرتدين البيكيني وبأيديهن كؤوس المارتيني. ومع أن هذا كان خيالا، فقد اكتشفت فيما بعد أنه كان يحوي شيئا من الواقع. لقد تعاقد معي إينار بصفتي اقتصاديا،
لكنني علمت فيما بعد أن وظيفتي كانت أبعد من ذلك وأنها أقرب مما كنت أظن لمهمة جيمس بوند.